الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في أول خطبة خطبها بعدما بايعه المسلمون، قال: لي ما لكم وعلي ما عليكم. هذه الجملة ذكرها أمير أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله عليه في أول خطبة خطبها بعدما بايعه المسلمون، قالك يقول: لي ما لكم وعلي ما عليكم. كل ما يجري لأي واحد من المسلمين يجري لي، وكل ما يجري على أي واحد من المسلمين يجري علي. والإنسان عندما يتصفح تاريخ حكومة أمير المؤمنين صلوات الله عليه يراه لم يشذ عن قولته هذه ولا مرة واحدة. ونذكر بعض النماذج من تاريخ أمير المؤمنين صلوات الله عليه، منها مسألة تقسيم العطاء. عندما كان أمير المؤمنين يقسم العطاء الذي يوزع على المسلمين بالسوية، لم يفرق بين نفسه وبين غلامه قنبر، فأمر بأن يعطى لكل 3 دنانير، وأمر بأن يحمل إليه هو أيضا 3 دنانير، وأن يعطى قنبر مولاه أيضا 3 دنانير. هذا في الوقت الذي
كان يحكم أمير المؤمنين صلوات الله عليه أكبر حكومة على وجه الأرض. هذا في الوقت الذي كانت العشرات من الدول الإسلامية في هذا الزمان تحت حكومته، فأخذ أمر بأن يعطى له 3 دنانير مثل ما يعطى لأي واحد آخر من المسلمين، حتى مولاه قنبر 3 دنانير. وجاءه سهل بن حنيف كما في التواريخ وقال لأمير المؤمنين يوم قسم العطاء 3 دنانير 3 دنانير لكل واحد، قال سهل بن حنيف: يا أمير المؤمنين، هذا غلامي بالأمس وقد اعتقته اليوم. فقال أمير المؤمنين صلوات الله عليه: نعطيه كما نعطيك. فأعطى كل واحد منهما 3 دنانير. سهل بن حنيف عنده عبد، وكان إلى يوم أمس عبدا له، وهذا اليوم اعتقه. لما اعتقه صار هذا العبد المسلم كسائر المسلمين، لا فرق بينه كمسلم في الحقوق العامة وبين مولاه الذي إلى أمس كان مولا له واليوم ليس مولا له، فهما نظيران. ولذا قال أمير المؤمنين: نعطيه مثل لنعطيه كما نعطيك. وأعطى لسهل ابن حنيف 3 دنانير، وأعطى لغلامه بالأمس والذي اعتقه اليوم أيضا 3 دنانير. علي بن أبي طالب يتعامل مع كل فرد من أفراد المسلمين سلبا وإيجابا كما يتعامل مع نفسه، ويتعامل مع نفسه وهو يرأس أكبر حكومة على وجه الأرض في زمانه كما يتعامل مع أي واحد من أفراد المسلمين. هذا فريد في التاريخ، في التاريخ الماضي وفي التاريخ الحاضر. هل تجد هناك رئيسا لحكومة إسلامية أو غير إسلامية يأخذ من المال مثل ما يعطى أقل أفراد الأمة من المال؟ هل يجعل لحاكم على وجه الأرض سواء في البلاد الإسلامية أو في البلاد غير الإسلامية والتي تتشدق بالحرية وبالمساواة وبأمثال ذلك، هل يكون الحاكم الأعلى يتعامل مع أقل أفراد الأمة سواء بسواء؟ هل يمكن في حكومة على وجه الأرض هذا اليوم أن يجرأ فرد من أفراد الأمة أن يطالب الحاكم الإسلامي بأن يتعامل ذلك الحاكم الإسلامي مع نفسه كما يتعامل مع سائر أفراد الأمة؟ هذا هو علي بن أبي طالب، هذا هو المقياس للإسلام، هذا هو الملاك للإسلام. الإسلام الصحيح، الإسلام الحقيقي هنا وهنا عند علي بن أبي طالب، لا عند من كانوا يتشدقون زورا وكذبا باسم الإسلام من أمثال بني أمية وبني العباس وغيرهم. ومن ذلك والذي لا نظير له أيضا في التاريخ جلوس أمير المؤمنين وهو الحاكم الأعلى مع شخص يهودي من الأقليات غير المسلمة في القضاء
في قصة الدرع. أمير المؤمنين سلام الله عليه افتقد درعه، ثم رأى الدرع في يد يهودي. اليهودي قال: هذه الدرع لي. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه قال: الدرع درعي، لم أبع ولم أهب، بالبيع لم يخرج عن ملكي، ولم أهب هذه الدرع بالهبة، لم تخرج عن ملكي. اليهودي كانت في الحقوق العامة، في القانون العام، له اليد على هذه الدرع، الدرع كانت في يد اليهودي. وتقاضى يا أمير المؤمنين، الرئيس الأعلى للحكومة الإسلامية آنذاك، مع ذلك اليهودي تقاضى يا إلى قاض هو قاضي من قبل أمير المؤمنين صلوات الله عليه. وحضر عند القاضي، القاضي قال لأمير المؤمنين: هل لك شهود؟ أمير المؤمنين كما في بعض التواريخ لم يحب أن يقيم شهودا على أن هذه الدرع له، فقال القاضي لأمير المؤمنين: هذا اليهودي له يد على هذه الدرع، واليد أمارة الملك شرعا، إلا إذا أتى المدعي ضد من بيده الدرع أتى بشهود ببينة. وما دام لم يقم أمير المؤمنين صلوات الله عليه بينة كما في بعض التواريخ على أن الدرع له، حكم قاضي أمير المؤمنين بالدرع لليهودي. وفي الحديث الشريف وفي التواريخ أن هذا اليهودي أسلم وقال: هذا الدين هو الدين الصحيح الذي يتعامل مع أكبر شخص في الحكومة كتعامله مع أقل شخص في الأمة. وتشهد الشهادتين وأسلم على يد أمير المؤمنين. هل يوجد هناك في دنيا اليوم في البلاد الإسلامية أو في البلاد غير الإسلامية الرئيس الأعلى يتقاضى مع فرد عادي في الأمة والقاضي الذي نصبه الرئيس الأعلى نفسه، هذا القاضي يحكم لذلك الفرد العادي دون الرئيس الأعلى؟ هذا هو ما قاله أمير المؤمنين في أول خطبة خطبها بعد البيعة له، قال: لي ما لكم وعلي ما عليكم، القانون يجري على رئيس الحكومة الإسلامية كما يجري على أقل فرد في الأمة، والقانون يجري بصالح الرئيس كما يجري بصالح أقل فرد من أفراد الأمة، لي ما لكم وعلي ما عليكم، كل ما يحكمه القانون لسائر أفراد الأمة أيضا أمير المؤمنين يقول يحكم لي أيضا، وكل ما يحكمه القانون على سائر أفراد الأمة القانون أيضا يحكم مثله على الرئيس الأعلى للمسلمين وللحكومة الإسلامية. وهكذا هناك أمثلة كثيرة في تاريخ أمير المؤمنين حيث طبق حرفيا وبكل دقة ما قاله في هذه الجملة الصغيرة في حروفها والكبيرة في معناها، والتي هي القانون، والقانون
هو هذه الجملة. القانون يكون قانونا عندما يجري على الكل سواء بسواء، أما قانون يجري لصالح الرؤساء دون أفراد الأمة هذا ليس بقانون، هذا مجرد وسيلة للحكومة بيد الرؤساء. ونحن عندما ندعو الدنيا إلى الإسلام ندعو الدنيا إلى مثل هذا الإسلام، عندما ندعو الدنيا إلى رسول الله وإلى أمير المؤمنين ندعو الدنيا إلى انتهاج هذا المنهج الذي سلكه أمير المؤمنين في حكومته بعد رسول الله صلى الله عليه وآله حرفيا أيضا. وهذا ما كان يصنعه رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا، بل كان أكثر من ذلك. عندما يتصفح الناس التاريخ يرون الحاكم الأعلى للبلاد الإسلامية وهو علي بن أبي طالب صلوات الله عليه كان يعيش أضعف عيشة من أي فرد من أفراد الأمة، وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وتبعه أمير المؤمنين صلوات الله عليه. فرسول الله هو كان يجوع ولا يدع أحدا من أفراد الأمة يجوع، وأمير المؤمنين صلوات الله عليه هو كان يتقشف في اللباس والأكل أكثر من أقل أفراد الأمة في مأكلهم وملبسهم ومعيشتهم. أسأل الله أن يوفق البشر في البلاد الإسلامية وفي البلاد غير الإسلامية إلى قراءة تاريخ رسول الله وتاريخ أمير المؤمنين والاقتباس من هذين التاريخين العظيمين، حتى لا يعود هناك في أفراد الأمة مظلوم لا تكون ظلامته من يستطيع رفعها عنه، ولا يكون هناك فقير يبقى على فقره ولا جائع يبقى على جوعته، حتى يعيش الناس كلهم في رفاه وفي نعمة ويتساوى الناس في الحقوق العامة. التفاضل يكون عند الله سبحانه وتعالى بالعلم بالتقوى بالسابقة بالأخلاق بالفضيلة، بما يكون فيه التفاضل في العقل والشرع. أما في القانون أكبر فرد في الحكومة لا يكون أكثر، لا يأخذ في الحقوق العامة أكثر من أصغر فرد. أسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق للجميع، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.